وتبادل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد مع أخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة ورؤساء الوزراء وأولياء العهود. وقد ضمنها سموه حفظه الله خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم بوافر الصحة والسعادة، داعيا المولى العلي القدير يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذه الدول وشعوبها الشقيقة بمزيد من الخير واليمن والمسرات.